سولان ابنة الفحل الاستغلالية ولون بن داريوس الملك حمزة المدرب عز طبلاوي على صحبتها الفارس بزيو. جبت التلفونيات إذن أما والآن عمر غدير على صهوة نجمة المبين ابنة الفورميل لون بريق المبين والأم العادية المالك أبو شاكر المدرب والخيال عمر غدير. عمر غدير على صهوة صخرة الرشيد ابنة كلاسيك رشيد والأم صخرة بنت نفاتة المالك أحمد بصول تدريب الإسطبل الأمريكي على صهوتها الفارس زنور غدير. إذن ثلاث المنطلقات في عملية الإحماء أمنية الهلال ابنة الفحل هلال الدين والأم بنت رشيد. إنسان مهيل مرسات تدريب اسطبلات آل أبو جبل على صهوتها الفارس أياس أبو جبل. إذن أما والآن شمس العدن ابنة شمس شرف المالك عمر تدريب اسطبلات المعتز على صهوتها الفارس سالم العقبي. بالفعل إنيبل تأخذ موقعها نهائي داخل بوابات ميدان الأحلام برفقة المهندس سلمان الأعسم لحظات لتتمركز الفرسان على صهوة ملكات ميدان الأحلام. ملكات الفئة الثانية تحصر داخل البوابات لحظات باتت على إطلاقها. إذن بالفعل تقرع بوابات ميدان الأحلام لتنطلق ملكات الشوط الخامس لتنطلق عملاقات الشوط الخامس بانطلاقة موفقة لنجمة المبين تنقض على صدارة الشوط بالمراحل الأولى من هذا السباق برفقة الفارس المخضرم عمر غدير. زنور غدير على صهوة صخرة رشيد يصارع نجمة المبين بالمراحل الأولى من هذا السباق بصراع ثلاثي مع أنيبل برفقة ابن الصحراء سلمان الأعسم. مهورات الشوط الخامس بكومة واحد الآن تدخل المنعطف الأول نجمة المبين تابع إلى صدارة الشوط بهذا الثلاثي الأشقر ما بين المنعطفين بصراع الملكات على صدارة ميدان الأحلام. أياس أبو جبل على صهوة أمنية الهلال يقلص الفارق قرابة المنعطف الثاني والأخير. أمنية الهلال تنتزع صدارة الشوط ما بعد المنعطف الثاني تقبل ملكات الشوط الخامس نحو الخط المستقيم. أمنية الهلال نجمة المبين وصخرة الرشيد بصراع ثلاثي نحو الخط المستقيم. أمنية الهلال ونجمة المبين أياس أبو جبل وعمر غدير سالم العقبي يندفع مع شمس العدن. أمنية الهلال نجمة المبين وصخرة رشيد وأنيبل. أمنية الهلال تحقق أمنيتها على ميدان الأحلام لتقتنص بطولة ميدان الأحلام بخامس الأشواط. أمنية الهلال بالمرتبة الأولى نجمة مبين بالمرتبة الثانية وأنيبل بالمرتبة الثالثة. ألف ألف مبروك لأمنية الهلال بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. مبروك لحسام هاي المرسات مبروك للصبوات على أبو جبل مبروك لأياس أبو جبل على صهوة أمنية الهلال تحبين. مبروك ألف 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 مبروك يتوج بطلة ميدان الأحلام بخامس أشواط هذا المهرجان الأخ باسل مقطرن أبو عناد يتوج بطلة ميدان الأحلام بشوط الفئة الثانية أمنية الهلال ابنة هلال الدين والأم بنت رشيد. مبروك ألف ألف مبروك مبروك لحسام وهاي المرسات مبروك ألف ألف مبروك. المالكين محمود وسند المدرب عباس عباودي والقيادة كانت لسلمان الأعسم بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنيبل منظر ومحضر هذه المهرة
مبروك، ألف ألف مبروك. مبروك حبيبنا أبو السند عباس عواودي، مبروك يا أنيبل الوصيفة الثالثة في بطولة ميدان الأحلام، مبروك ألف ألف مبروك. أما الوصيفة الثانية ونائبة بطلة ميدان الأحلام المدرب والخيال عمر غدير على صهوة المهر نجمة المبين، نائبة بطلة ميدان الأحلام لعام 2020، مبروك ألف ألف مبروك. مبروك أبو شاكر، مبروك عمر غدير، مبروك لفرسان الحجيرات ونجمة المبين، مبروك ألف ألف مبروك. مبروك يا أبو شاكر ونجمة المبين وعمر غدير وفرسان الحجيرات أجمعين، مبروك ألف ألف مبروك. من